ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ دكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده، ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يعني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط. وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح، هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز صح وماسكه بايديه الاثنين، هو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفولورز بتوعه. الفيديو بتاعه يعني بالظبط، فينشقلب مشكله بقى وتيجي سنين. دي ابسط حاجه في قصه الحادثه، ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي، النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. ايوه طايت. ايوه، ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضخ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضخ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعال نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان نستفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زياده في حتت من المفصلات عن الحتت التانية. نفس القصه بالنسبه لمفصل الفك. طب ده بيترجم بايه المشاكل بتاعته؟ بيبدا يحصل التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك باربطه جامد قوي من كل ناحيه، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدا الاربطه دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقه. الطقطقه ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبه لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقه. طب ايه المشكله بتاعت ده؟ مشكله ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدا يحصل تاكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عمليه وقصه ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طيب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمه، نمضغ بطريقه مظبوطه عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل. يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه. فانا لو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور. لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدا نشوف ليه الطقطقه دي حصلت. هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقص اسنان او حاجه زي كده؟ هل سناني معوجه؟ هل بجز على اسناني؟ ونبدا نشيل السبب بتاع المشكله دي. لو الموضوع تطور شويه بنبدا نعمل له حاجه اسمها رافع عضه. رافع عضه ده بيعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمه اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدا نرفع العضه عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مره تانية ويحصل له عمليه الالتئام الطبيعيه. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عمليه ترقيع في المفصل الفك وقصه. احنا يعني عمر ما المفصل، عمر حاجه بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا.
فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الـ في الـ في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه لازم اجري على الدكتور عشان يلحقني. عايز اروح لبرضه حاجه استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه، يبدا يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حاد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه، يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني، كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها اوكسي، اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق، خسرنا الضرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع البكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله، يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. فحاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبعت يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابسيليال سيلز دي في الاوضه كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني ال 2 3 مللي الفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ حطينا العظم واستنينا عليه 6 شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى اذا الاستهتار بالتعامل مع الاكياس الدهنيه قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون، على فكره دي جايه هتبقى حاجه لطيفه جايه قادمه قريب في حوارنا كده، بس انتم متهمون. انتم مين؟ انتم معشر اطباء الاسنان، يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام ايه. ماشي. انتم متهمون بانكم اعداء الاطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض انه يعني انتم كارهين الاطباء الاطقم المتحركه لان المعمل هو اللي بيعمل الاطقم المتحرك، انتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره، انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه، احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركه تلخلخ الاسنان اللي هي ماسكه بمشابك فيها وتبدا تعمل تاكل في السنه نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني انا خسرت بقيه الاسنان الموجوده بسبب الطقم المتحرك. المشكله الثانيه ان ده بيخليني ما اعوضش
الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طاقم متحرك وده اللي بيخلي العظم يتاكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه عشان ما يبداش العظم يتاكل فيبوظ الضرس اللي بعديه، وتبدا تكر تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه لان انا بعد كده العظم بتاعي تاكل، بوظت الاسنان بتاعتي. نبدا نخش لو في الفك العلوي، العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 ان احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل، فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ النكهه بتاعت الاكل فيها مشكله، فانا خسران نكهه الاكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه اللي مشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش، فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت بس كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا، كبرت في ثانيه بالظبط بعد يعني الحادثه فجاه وشها مش قبل، ده مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا الوش شايفين بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك الحركه المشهوره، الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي؟ الناحيه اليمين الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها وما عوضتهاش. نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده. صح، اعتقد انه برضو اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليامز هو اللي خلاه ينتحر في الاخر، يعني من ضمن الاسباب. ما هو انت يعني من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. هو اكتئاب مش ظاهر. بالظبط. لانه المكتئب انا ببدا اسيب نفسي خلاص. المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع وهو بيفكر في الانتحار. صح يعني دي خلي بالكم من الحكايه دي. مظبوط جدا. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهمون معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله. بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزرعيه. زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش، فالجيب الانفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو، ايوه، ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. ونبدا نزق واحده واحده، هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي. ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي. يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي. ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تتولد. بالظبط. ادي العظم بدا يتحط اهو، ملى السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده. هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي بزرعة. اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعنا. اللي هو الابيض بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده. هتلاقيه عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال. بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره. وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه الزرعات وركبناها وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش المريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر
النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط في الكورنر. بس ده مش اتهام بقى. هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون. مش انتم انت لكن الفل الاسنان متهم. متهم بحاجه. مش انتم برضو مش الدكاتره. او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع في تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم عن الدكاتره. هو مش دي مش دكاتره. ده هنا الكلاينت نفسه هو عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبة. هنا ده الفتحة دي ده عظم متآكل بسبب زرعية مش مظبوطة. احنا المريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي ألم شديد على طول. فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كمية ريديولوسنسي او تآكل في العظم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا، هي اللي أدت هي بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة. بقى في يعني مشكلة ان بقى في ال 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 يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته. الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا. عندي صحتي في الاخر، انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهولة المصدر. دي مهمة قوي بقى. ولا هينفع احطها مع حد مجهول. فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي. لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين هي دي اكس راي باينه ان الزراعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزراعيه دي عامله زي المغناطيس. تيتانيوم عامه بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي. زراعيه تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزراعيه ده بسبب رداءه الزراعيه. اذا هي نوع من مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي، اقول اتهام. لان مش متهم الفيلد الطبي مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلته. لا الطب الاسنان متهم بانه ما تصدش، لان دي مش قضيه دكاتره طب الاسنان ان هم يتصدوا ليه. بس هو بيني وبينكم لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطوره الزراعات الرديئه. بالظبط كده. هي اعلام اكتر منه دوق طب باسنان. بس مسؤوليه اطباء الاسنان يبينوا الحكايه دي. مسؤوليه اطباء الاسنان انهم لازم يبينوا للمرضى بتوعهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئه. نهايته سيئه، انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك. خلي بالك يا دكتور ايمن، هي بتبوظ العظم اللي حواليها اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها. فانت هتبدا تكر السنان من غير اي لازمه. وانهم بيبينوا للكلاينتس بتوعهم لماذا نكره الأطقم المتحرك. ما هي دي بقى مشكلة من مشاكل إن أنا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الأرخص. مش بدور على الكواليتي، مش بدور على التراستد أكتر. دي مشكلة كبيرة. أنت نورت وكالعادة أبدعت وخدتنا في نزهة جميلة متنوعة النهاردة. جاوبت أسئلة صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا، مثل العضة والتقويمات أو تعامل مع العضة، مثل رفع الجيب الأنفي، مثل نقل العصب. أيضا ذكرت قضايا مهمة جدا كنت أنا فيها الخصم، أو بمعنى أصح يعني كنت أنا المتهم. مش أنت، طب الأسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الأسنان يكره تماما الأطقم؟ نعم. هي دي ميزة البرنامج. هنا إن هو بيفهم الناس. انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في دقيقتين ثلاثه. فانت يعني الفك الكامل اضرب دقيقتين ثلاثه في ست زراعات. فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم، ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الأسبوع يكون جزء منه في عيادة طب الأسنان. مش كل أسبوع، ممكن كل شهر، حسب بقى
كل اربع شهور. كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر كل شهرين بالظبط. يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم عن ناس، في ناس ما عندهاش العربيه لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف، اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت وعنده عربيه وبتاعه، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه الحته العلانيه سنانه كده، لا دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره، وقلب الدكاتره حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الاسنان، استاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور. خليكم دايما مع الدكتور.